أخطأت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية برج بوعريريج بالتنسيق مع مصالح مديرية الحماية المدنية بتنظيم يوم دراسي حول الإسعافات الأولية من أجل تكوين المتعاملين وكذا المرشدين السياحيين الذين يقومون بدورات أو برحلات سياحية منظمة لفائدة السياح، سواء كانوا سياحة داخلية أو سياحة خارجية، وكذا المؤسسات الفندقية لفائدة النزلاء. على هذه الفئة أنه تكون مجندة من أجل تقديم الإسعافات خاصة في الخرجات السياحية في المناطق النائية، أين يقدر وين يتعرض هذا السياح لإصابات خاصة منها الكسور والجروح، بالإضافة إلى فقدان الوعي إلى الاختناق. وبالتالي على هذه الوكالات أنه تكون تعرف هذا الإجراءات من أجل السير الحسن والحفاظ على صحة السائح. مثل هذه المبادرات لفائدة الوكالات السياحية والفنادق والجمعيات تساهم في بناء الثقة بين الزبائن والناشطين في القطاع السياحي. هذا الشيء مهم جدا، لأنه ممكن تكون هناك نحن عرضة لحوادث او امور يعني بتكون مقدره، لازم يكون الوكيل السياحي او المرشد السياحي مكون في هذا الميدان، وخاصه الاسعافات الاوليه.